سلام لي زامي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم كما غتكونوا شفتوا في العنوان غادي نديكم معايا السبوع ولا العقيقه ولا المهم شي حاجه بحال هكاك ديال بنت خالتي اروى. بنت خالتي اروى هي اول بنت غادي تزال في العائله من ورايا. أو انا في حياتي عمرت زادت شي بنت في العائله، لا من عائله بابا لا من عائله ماما، بنت ديما كيتزادوا غداري وانا فرحانه باروى حيت غتكبر وغتكون في حبيبتي. المهم انا دابا كاينه عند جداتي وخالتي ساكنه قريبه جداتي، دونك غادي نمشي حتى لعند خالتي وغادي نلبس وغادي نماكي وداك الشيء وغادي نبارطاجي معكم كل شيء كيفاش غيدوز وشنو غادي نلبس وماكياج وكل شيء. وخليكم معايا وكنتمنى يعجبكم هذا الفلوق وبيزو. حنا غاديين دابا في الطريق وهنا معايا بنت خالتي شيماء، ما بغاتش تبان حتى دير الماكياج وتلبس. نعاون خالتي شويه ومن بعد غادي ندخل الماكياج. غادي نوريكم ندير غير شي ماكياج خفيف حيت ما كاينش الوقت. هاد المره راه زايدين لي ستين تكونوا شفتوهم. انا نوريكم اياد ود خالتي الصغيره. اياد في خاوله لا بوزو دير لي بيزو. بيزو دير لي بيزو بوز. لا انا دير لي هنا 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 انا ماشي الكاميرا انا بوسني. هاي لهم هاي طيب شيء ما شعرة ايه 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 ولكن ماشي مشكل. غتحاولوا تشوفوني ركزوا معايا دابا غادي نبدا بالحجبان هما الاولين. المهم انتوما الا ما ركزتش لكم على لي ديتاي المره ماشي مشكل، حتى المره الجايه وكم زياده دابا غير حيت ستريس والله وكنزرب داكشي. علاش انا دابا طراسي شي حجباني بالجيل ديالي العجيب هاد الجيل اللي كتوريتو لكم في انستغرام وفي تيك توك. هذا هو الجيل اللي كنطراسي به حجباني اللي كتسولوني عليه ديما. انا اليوم الا ما وريتكمش الماكياج غنوريكم لي برودوي. هاد الجيل ديال هدى بيوتي سوفت براون، اللون ديالو بحال كري غامق كيكون لون ناتوريل كيجي بحال ديال الحجبان. انا ما كيعجبنيش الماغون نور بيان سور ما كيتناسبش بين الناس الحجبان. ايوا صافي دابا غادي ندير هنا لونشيستر من تحت من الحجبان باش كيجيو مكراسين مزيان. انا نسيت لونشيستر ديالي، غندير لون دو تان ديال شيء ابيض شويه ديال فلورما هو اللي غادي نديرو تحت عينيه. دو تان ديال ميلاني فون دو تان ميلاني. انا يلا ساليت الماكياج دابا باقي ليا العكر هو الاخر حتى نلبس ونديرو. شو الماكياج زربت عليه ما مركزاش فيه كاع كاع. شوف شوف هاد البلاصه انت ما خليتها بلا ما ندير فيها فونديت. قلت لكم المهم انا ساليت الماكياج دابا وكيجاني. المهم هذا واحد الماكياج ديال الزربه وصراحه كنت باغي ندير شويه ماكياج، كنت باغي ندير فيها بوبير وداك الشيء ولكن زربانين. المهم دابا غادي نلبس وغادي نوريكم. والعكر قلت لكم غنديرو حتى نلبس حيت كنبغيش نديرو قبل ما نلبس. اياد هاي هاي اوكي باي. اياد كيدوي معنا بلونغ اللي كيبقى يقول لنا هاي اوكي باي. ما عارف الكونتوري ديال لاشين ديالنا فيت ستي وداك الشيء ماشي داك الشيء بعقله وكذا. دابا انا كنحشم كنبان لكم بعقلي ولكن راه حيتاش كاينين الناس فهمتوا راني متبته ومرزنه حيتاش انا كاينين الناس فهمتوا البلان. مش براسي بعقلي في هاد الفلوق بزاف. الو فين نخرج؟ انا نخرج انا مشيت بحال في لا سد الباب. انا مشيت بحال ندخل فين فين نمشي فين انتوما شوفوا شادني من ايه فين باغي تمشي. طلعوا السطح اجي نطلعوا السطح اجي نطلعوا السطح سير زيد. واو ديال من هذيك ديال اياد. اجي خويا تنتحر ليا اجي واو شوفوا هنا هادشي كيطلع عليه زوين.
شوفوا اياد ايش يقول. ايوه خفاش بلي شي حاجه. شوفوا الاطلاله هذا عين السبع. هنا فين كاين المحكمه ديال عين السبع؟ قال ايه هذه المحكمه اللي مشي كاين المحكمه اللي المهم عرفت واش هي ومشي. ايه هذا جيج. شوفوا الماكياج كي جاني في السطح كيبان مزيان. عرفت فين هي حتى الشمس ما عرفتش. شوفوا الماكياج صافي ساليتو. دابا غادي نهبط نلبس حوايج. زيد تهبط زيد ما نهبطوش ما بغاش يهبط. زيد زيد قدامي عنف. انا غير غنشد صافي 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 زيد صافي غنمشي زيد. نراوي فضحنا غير نكمل زيد غنهبطو صافي باي باي. انا لبست دابا هكا دابا عاد واش بغات تبان معايا. مبروك خديجه مبروك فيك الحمد ديالي مبروك على اروع. العقوبه ليك العقوبه ليك مبروك اختي جبنا شي بقيه. هاي خالتي الزل البزار ديالك اختي موح عليكم. دابا شويه غادي تحط الماكله كما كتعرفوا انا فرحانه حتى تحط الماكله. اصلا انا جايباني غير الماكله نضحك معاكم. شوفوا راه كنضحك معاكم صافي. وحنا جالسين دابا كنستراحوا. والله الا الشعر شد ليا ما كنتش متوقعه منه. شوف شحال غادي يشد ليا بحال هكا. ايوا قولوا لي كي جيتكم بهذا الشيء العبايه زعما خلوا لي الكومونتير ديالكم وقولوا لي كي جيتكم. شيماء اجيباني معايا اجي. انا كبيده ديالك ما كبيده حد بحال في ما كبيده حد ما عاونو عاود بغيت تعق عليا قدام الناس صافي. سير الحالات كبعدي مني بديت في البيتية. كدايرين لاباس عليكم واش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ عطا الله فاطمه السطيح.
كي جيتك امي اليوم عجبتك؟ عجبتك؟ شطحي ما عديش انا مع الشطح. واش عندك مع الطلاق؟ اه تحط الماكل عجبك. انا عارفك هيك عارفك كنت شطح جات الباب صبوش قال السكر بالنسبه للدراري هادشي باش تحور الراجل دابا كل يوم واحد وفين ولا فهم لي زميني دابا يلا دخلت للدار ولقيت فاتي كتسناني في الباب كتسنى في الباب بقيت كتسنى فحتى عيت لقيتها كتسناني جات عندي تفات معايا وغدا ان شاء الله غنصور لكم شي فلوغ وصافي وهنا كيكون سالا الفيديو ديالنا وكنتمنى يكون عجبكم هاد الفلوغ وفاتي جبت لها حقها ما نسيتش صحيبتي تحبوني انا كنمشي شي بلاصه وكنصح صحابي قبل حقي فاشي ما كنجيت حيت عرفت خوله غتجيب الحق ديالها وحقي غادي يولي حقي حيت ما نقدرش ننسى صحاباتي انا ما يمكنش المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تعجبكم تبارطاجيو مع صحابكم تخليو لايك وتدخلوا عندنا انستغرام وكنبغيكم بزاف بيزو